الأيام الثانية. عبارة أيام الثاني إصحاح. أيوة. أو فكر سطحي. أنت قلت 22 عدد 2 اللي هو كان أخازيا ابن 42 سنة. قلت هنا إن هو كان أخازيا ابن 42 سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليمة واسمه أمه عسليا بنت عمري. أولا الإجابة ببساطة جدا، بداية الإجابة إن حضرتك مش فاهم الفرق ما بين سفر الملوك وسفر أخبار الأيام التاني. سفر الملوك بيتكلم عن الحكم بتاع الملوك نفسهم، سفر أخبار الأيام التاني بيتكلم عن المملكة، بمعنى المملكة دي كانت عمرها قد إيه. طب إزاي هنا ذاكر كده وهنا ذاكر كده؟ أقول لك ببساطة، لو حضرتك بدون نظرة سطحية زي ما انت عملت كده ودورت مين اللي كان قبل أخازيا، هتلاقي أخاب الملك كان ملك إسرائيل الشمالية، خلف أخازيا الأولاني ابنه. أخازيا الأولاني ده ملك سنتين، سنة شارك فيها حكم أبوه وسنة شارك فيها حكم أخوه اللي هو مين؟ اللي هو يهورام أو بيسمى يورام. يورام ده ملك 12 سنة، يبقى أخازيا ملك 21 سنة فيهم سنتين مشتركين. أخبار أيام التاني، ماشي، أخبار أيام التاني بيتكلم عن عمر المملكة مش عمره كشخص. اللي حاصل إن أخازيا ما تسمع مكتوب إن عمره كشخص، ماشي، حاضر أين ملك؟ افتح حديث قوم الزت وقول لي يعني ايه جعلوا يركبون رسول الله؟ هل معناها لفظيا الركوب؟ اقول لك قول الشبهه دي اتقالت لك كتير، الشبهه دي اتقالت كتير. معناها لفظيا ضعيفه، معناها لفظيا، معناها لفظيا، معناها لفظيا، معناها لفظيا الحديث ده ضعيف ان لم يكن خاطئ. طب حطه في الكتاب عندك ليه لما هو ضعيف او خاطئ؟ يعني معنى كده انت بتشكك في دينك اضمن من ان الباقي مش خاطئ؟ اسناد الاحاديث عندنا يا اما ضعيف يا اما صحيح يا اما خاطئ. طب اضمن من ان الباقي مش خطأ؟ اضمن من ان الباقي مش خطأ إذا كنت حاطط جوه كتاب الأحاديث نفسه أحاديث خاطئة، إيه اللي يضمن إن الباقي مش غلط؟ اللفظ هنا بقى جعلوا يركبون، جعلوا يركبون لفظيا ولا رمزيا ولا معناه إيه؟ استنى واسمع بقى الإجابة بتاعت السؤال اللي انت سألتني، استنى واسمع الإجابة. اسناده ضعيف يا عم، فهمنا الهري اللي انت بتقري فيه واسناده ضعيف، حطه ليه موجود عندك في الكتاب؟ اضمن منين ان باقي الاحاديث سليمة؟ لما يكون الاسناد بتاعه صحيح. اتحط ليه جوه كتاب الاحاديث اصلا؟ اصلا انت كده بتشكك في كتاب الاحاديث نفسه، اتحط ليه اصلا؟ كتاب الاحاديث اللي هو عسليا ملك 8 سنوات، اللي هي اتجوزت يهورام اللي هو ابن يهوشافاط ملك يهوذا. ملكت كام سنه؟ ملكت 8 سنوات، يبقى 22 سنه معاهم ال 12 سنه بتوع يهورام معاهم عسليا 8 سنوات. احسبوهم يا جماعة مع بعضينا، 22 و12 و8 يبقى 42. يبقى أخازيا استلم الحفيد، استلم وهو المملكة عمرها 42 سنة. عشان كده بقول نقرأ مش بسطحية. أخبار الأيام التاني المقصود بيه المملكة، عمر المملكة.
ملوك الأول والتاني عمر الملك للشخص، فهنا 22 وهنا المقصود بيها استلم المملكة كان في اتنيها 42 سنة. فهمت يا أخ؟ اللي انا شايفه كده، بس هو لو كان يبعد الشبهه ديت ان هو عمر المملكه كذا وهو ملك كذا، ما ينفعش الاثنين. ما ينفعش انت يبقى ما ينفعش بيتك من ازاز، ما ينفعش بيتك من ازاز وتيجي تحدف الناس بالطوب، ما ينفعش. لما تكون حاطط في كتابك لفظ جعلوا يركبون رسول الله، ما تجيش تلقح على الكتاب المقدس، فاهم؟ عيب. انا مش جاي لقح على عندك الشبهه سؤال تاني؟ بتاعتها. عندك سؤال لا تاني؟ مش في اتفضل. الاجابه دي. طيب السماء بتتمدد ولا ثابته؟ انت بتغش يعني، جاي بينك غشش كام كلمتين رايح هو شكله كده متعود على النقطة دي، هو شكله متعود على النقطة دي، محفظينه محفظينه كلمتين، مش عارف الفرق ما بين أخبار الأيام وما بين الملوك، ده بيجاب إيه وده جاب إيه، فجاي يحفظ له البقين بتوعه. نكمل النهاردة موضوعنا في اللذيذ كده ببساطة، هنتكلم عن نتكلم عن قيامة السيد المسيح من خلال كتب الآباء. قالك معايا حوار الصبح يسوع كان ملك في طبيعة. اه ده يفطس من الضحك الواد ده اللي هو بتاع الصبح. نشوف أقوال الآباء بخصوص قيامة السيد المسيح، بخصوص قيامة السيد المسيح. رجاء مشاركة البث ودعم البث للاستمرار الخدمة. لو في حد عنده سؤال يتفضل يقول. القديس أثناسيوس رسولي بيتكلم عن القيامة، بيقول آمين. الآن بعد أن قام المخلص جسد ولم يعد الموت مرعبا بعد، لأن كل الذين يؤمنون بالمسيح يدوسون الموت كأنه لا شيء، ويفضلون أن يموتون عن أن ينكروا إيمانهم بالمسيح، لأنهم يعلمون يقينا أنهم حينما يموتون لا يهلكون بل بعد بل يحيون ويصبحون عديم الفساد بفضل القيامة. إنهم يحتقرون الموت إلى هذه الدرجة حتى أنهم يجبرون إليه باشتياق ويسهون شهودا للقيامة التي انتصر بها المخلص عليه. وهكذا بعد أن غلب المخلص وشهر به على الصليب، حتى صار الموت بمثابة من هو مقيد الأيدي والأرجل، فإن كل الذين في المسيح حينما يجوزون أمام الموت يدوسون ويستهزئون به، شاهدين للمسيح وسافرين من الموت، قائلين له ما كتب ضده قديما، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ كرونسوس الأولى 15:55. القديس أثناسيوس برضو يقول إن كان بعلامة الصليب وبالإيمان بالمسيح يداس الموت، فمن الواضح تماما لمن يحكم بالعدل أن المسيح نفسه وليس آخر هو الذي انتصر بالجدارة على الموت. شكرا. وجعله في منتصف في منتهى الضعف، وان كان الموت الذي كان فيما سبق جبارا ومخيفا قد صار محتقرا من بعد مجيء المخلص وموته وقيامته بالجسد، فمن الواضح إذن انه بفضل المسيح الذي صعد على الصليب غلب الموت وابطله ايضا. يقول البابا شنودة الثالث
كان لابد أن يقوم المسيح لأنها فيه كانت الحياة. قال القديس يوحنا الإنجيلي: فيه كانت الحياة، يوحنا 1:4، والذي فيه الحياة لا يمكن أن يبقى ميتا، بل إنه قال لمرثا: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، يوحنا 11:25. ما دام هو الحياة فكيف إذا لا يقوم؟ لهذا كله وضح ملاك القيامة النسوة قائلا: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ لوقا 24:5. كان لابد أن يقوم من الموت لأنه هو نفسه قد أقام غيره من الموت بمجرد أمر. لقد أقام إلي ميتا ولكن بسبع صلوات، وأقام لي الشعب ميتا بصلوات أيضا. أما السيد المسيح فقد أقام ابنة ييروس وابن أرملة نائم ولعازر بمجرد الأمر. وقادر يقيم أموات، قادر يقيم والدي، قادر يقيم أي حد قدرتك حسب عنده إياها، سواء هنا أو في الظهر الآتي. ونثق لو زي ما أقام لعازر يقيم والدي أيضا حسب مشيئته، حسب مشيئة الله. ولكن السيد المسيح مختلف عن الإقامات اللي أقاموها الأنبياء الباقيين، لأنه أقاموها بصلوات. السيد المسيح كان بالأمر سلطان، فإذا كان هو بيقوم الناس مش يقوم نفسه، قوم نفسه. لقد مات بإرادته، هو قدم نفسه للموت ولم يكن مضغوطا عليه في ذلك، وقال موضحنا هذا الأمر: فبرت الخالدة لأني أضع نفسي لأخذها، أيضا ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. يوحنا 10:17-18. حقا ما أعجب هذه العبارة: ولي سلطان أن أخذها أيضا، يعني يسترجع الحياة الذي وضعها من ذاتي، ولم يكن لأحد سلطان أن يأخذها مني، إذ كان لابد أن يقوم ويقوم بإرادته. مفيش حد من اللي ماتوا من الأنبياء حتى عرف يقوم نفسه، لكن المسيح قوم نفسه. بطرس الرسول يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأسمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب